ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استقت منابر إعلامية ثمن الطماطم ماطشة في أكبر سوق بالمغرب بإنزقان، حيث وصل سعر الطماطم ما بين 3.5 درهم إلى 4 دراهم، وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن أسعار الطماطم عرفت يوم الخميس 24 مارس انخفاضا خاصة في إنزقان. وقال بيتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس أن ماطيشة هاد الصباح دايرة ما بين 2 حتى 4 دراهم في إنزقان. كما شدد بيتاس على أن الإجراءات اللي كتاخذ الحكومة كلها غادية في اتجاه أن المادة تكون متوفرة بشكل كافي في أسواق الجملة. وكان مصطفى بيتاس في ندوة الأسبوع الماضي قد انتقد تفاوتات أسعار الطماطم بين أسواق الجملة في المملكة، مستدلا بأن سعر هذا المنتوج الفلاحي لا يتجاوز 5 دراهم في إنزقان، في حين يصل ثمن الكيلوغرام الواحد في مدينة الرباط إلى 12 درهما. هنا من قلب سوق الجملة بمدينة إنزقان وبالضبط بجناح الطماطم، ربما تابعتم معنا قبل أسابيع الغلاء الصاروخي في ثمن الطماطم الذي وصل في بعض المناطق لأكثر من 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. اليوم الطماطم نزلت بشكل مفاجئ جدا بطبيعة الحال، حيث أصبحت تتراوح بين 3 دراهم ونصف و4 دراهم للكيلوغرام الواحد هنا بقلب سوق الجملة. كما كتشوفوا غادي نقربوا المغاربة ونقربهم يعني من سعر الطماطم اليوم صبيحة هذا الجمعة، حيث أصبح السعر يتراوح بين 3 دراهم ونصف إلى 4 دراهم للكيلوغرام الواحد حسب الجودة بطبيعة الحال. وغادي نحاولوا أننا نعرفوا يعني شنو السبب ديال ماطيشة اللي نزلت بشكل مفاجئ بعد ما كانت يعني أكثر من 8 درهم 10 درهم في بعض المناطق كمدينة الدار البيضاء وغيرها من المناطق الداخلية. وكنا كنعرفوا بأن جهة سوس ماسة وأيضا هذا السوق اللي هو السوق الجملة بمدينة إنزقان يعد أكبر مزود للمغرب بهذه المادة الحيوية اللي هي الطماطم بطبيعتها.